ما شاء الله تبارك الله، قطرات المطر بدأت بالنزول. الآن اليوم الثالث من شهر محرم 1443. لا إله إلا الله، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. ما شاء الله تبارك الله، المطر الآن مقبل. ما شاء الله تبارك الله، هطول المطر الآن بمركز الخلاوية في محافظة بيش. اليوم الأربعاء الثالث من شهر محرم 1443. Thank you.